دشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز حملة تعزيز صحة الأم والوليد التي تستهدف 117 ألف امرأة في سن الإنجاب والتوعية بأهمية الفحص المبكر قبل الولادة. التفاصيل في التقرير التالي. في خطوة هامة لتعزيز صحة الأم والطفل، دشن قطاع السكان والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي السكاني حملة جديدة تحت شعار تعزيز صحة الأم والوليد. تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لتحسين الرعاية الصحية للأمهات والأطفال في اليمن، حيث سيتم تنفيذها في جميع مديريات محافظة عدن وخمس مديريات في محافظة تعز بدعم من الصندوق الأمم المتحدة للسكان والمؤسسة الطبية الميدانية. أم والوليد، صحة الأم من أول الحمل، من أول الزواج وأول الحمل، من الشهر الأول في الحمل لابد أن يكون هناك زيارات. نحن نعرف أن في ظروف بعض الأسر لا تستطيع الزيارات باستمرار، لذلك نحن نقوم عملنا الآن تجربة في هذا الموضوع، أنه نبدأ نعمل هل الحملة اللي نقوم بها وهي فقط لعدن وخمس مديريات نموذجية في تعز. حضر تدشين الحملة الذي أقيم في مستشفى المظفر بتعز عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم القائم بأعمال مدير مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان جان بول، والدكتور صادق الصايدي مستشار وزير الصحة، والدكتورة إيلان عبد الحق وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية، والدكتور عبد الرحمن الصبري مدير عام مكتب الصحة والسكان بتعز. كما شارك في الحدث عدد من المختصين والمهتمين بالصحة العامة. تدشين الحملة الوطنية لتعزيز صحة الأم وأمان الطفل في جميع مديريات محافظة عدن وخمس مديريات محافظة تعز، وتأتي هذه الحملة لضمان حماية الأم والولادات المتباعدة وتوفير الأمان للطفل، وكذلك حتى يحصل على رضاعة طبيعية وافية ويكون سليم ومعافى. تهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي الصحي بين الأمهات حول أهمية الرعاية الصحية خلال فترة الحمل والولادة، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر. ندشن الحملة الوطنية لصحة الأم في خمس مديريات تعز، وهي مديرية المظفر وجبل حبشي وذباب والمخاء وموزع. هذه الحملة هي حملة وطنية برعاية رئيس الوزراء وتنفيذ وزارة الصحة العامة والسكان ومكاتبها بشكل عام. هي نفذت في محافظة عدن ومحافظة تعز خمس مديرية. ما من شك أي حملة تقام هي من أجل هناك مؤشرات زيادة نسبة الوفيات في صف الأمهات والمواليد، ولهذا هذه حملة توعوية، وأن هي من خلالكم جميع المواطنين والمؤثرين في المجتمع على التعامل والتعاون مع الفرق الميدانية المتحركة، وستكون زيارة الأمهات وستستهدف 117 ألف امرأة مدون في سن الإنجاب من 15 سنة إلى 45. هناك 606 عامل صحي ومشرف في هذه الحملة. حملة من أجل تعزيز صحة الأم والوليد، ضرورة ملحة حتى تصبح الأمهات قادرات على أن يكون لهم دور أساسي في تربية أبنائهم بكل قدرة. نعيم خالد لقناة عدن الفضائية تعز.